الله الرحمن الرحيم الحلقة السابعة من قصة روبنسون كروزو Then the boy said I would like to go to the beach مثل ما قلنا I would like اختصارها I'd like I'd like يعني أريد I'd like يعني أريد يعني باعتبار تشبه كلمة want I want I'd like to go to the beach. أود الذهاب إلى الساحل. I decided to go with him. ماضي بسيط. We had two big bottles for water. وكان لدينا إناءين أو قنينتين لملء الماء. قنينتي ماء. We took some fresh water from the river. وأخذنا مياه نقية من البحر. عفوا من النهر. River. The boy wanted to go inside the land أراد الفتى الذهاب إلى داخل اليابسة I didn't want to go very far لم أشاء أو لم أريد الذهاب بعيدا I still wanted to see the boat كنت لا أزال أريد أن أراقب القارب لا أريد عيناي تغفل عن القارب So I stayed on the beach. لذلك بقيت على الساحل. طبعا هاي ملاحظات على الافعال بالزمن الماضي ماخذيها بالحصص السابقه. The boy went inside the land alone. ذهب الفتى بعيدا. طبعا الفعل go يذهب الماضي went والتصريف الثالث هو gone. G-O-N-E. وأيضا يتصرف إلى الفعل بين. إن شاء الله نأخذ الفرق بين بين و gone. توغل في اليابسة. He returned after some time. ثم عاد بعد برهة. He had an animal in his hand. وكان يمسك حيوانا بيده. It looked like a chicken. Look like يشبه. Look like يشبه. He looked like a chicken. تذكرون حرفين ᅥ؟ قلنا صوتها أو. Look. Look like a chicken. He was very happy. كان سعيدا جدا. I was happy too. وانا ايضا كنت سعيدا. We had good meat and fresh water. امتلكنا طعاما جيدا ومياه نقية. I didn't know exactly where we were or where exactly we were. لم أعلم تحديدا مكاننا في أي بلد I only knew الماضي مال نو knew شو تغير عندك فقط حرف الأو إذا تلاحظ تغير إلى حرف الإي -E. I only knew that we went around the coast coast ساحل coast C O A S T coast. ساحل كنا نسير وينت around يعني يدور حوله وينت around the coast of Africa حول الساحل الأفريقي I hope that we met an English ship كنت أأمل أن نقابل سفينة إنجليزية عفوا when we went around the coast اثناء ابحارنا حول الساحل I thought that we were in a land where nobody lived اعتقدت باننا كنا في ارض او قريبين على ارض لا يسكنه احد nobody nobody هنا النفي مثل كلمة nothing كلمة nobody ايضا نفت الجملة nobody يعني لا احد يسكن في هذه الارض We didn't see any people لم نرى اي ناس on the land او اي بشر We only heard wild animals sometimes كلمة wild بري الحيوانات البرية أو الحيوانات المفترسة wild w i l d يعني يوجد لدينا نوع من الحيوانات الحيوانات الداجنة domestic في البقر والماعز والدجاج وتوجد الحيوانات المفترسة الحيوانات داجنة وحيوانات مفترسة. Like we only herd wild animals sometimes. أحيانا نسمع أصوات الحيوانات المفترسة One morning we went for fresh water في أحد الأيام ذهبنا مرة أخرى لملء القناني بالماء نقي من النهر We saw a lion on the beach شاهدنا أسدا على الساحل He was very big كان كبيرا جدا He was only 20 meters from us انتبه الى هذا التعبير he was يعني كان مسافته only 20 meters from us يبعد عنا فقط 20 متر يعني مسافة قريبة the boy was scared خاف الفتى when the lion saw us ضمير مفعول به عندما شاهدنا الأسد he started to run to us بدأ يركض نحونا started to run to انتبه هنا شو استخدمنا 20 meters from us الآن بدأ يركض نحونا started to run to us بدأ يركض نحونا We didn't have much time. لم يتسنى لنا وقت كثير. I had to shoot at him فتوجب علي أن أطلق الرصاص عليه I had three guns كان لدي ثلاثة أسلحة The first bullet or, أو, أو ثلاثة إطلاقات The first bullet bullet رصاصة B U L L E T bullet hit its leg أصابت ساقه The second bullet hit its head. bullet الثانيه اصابت راسه. He was seriously injured. ضرب حاد اصيب بخطوره. اصابه خطيره جدا. The third bullet finished the animal. finished يعني قتلت. اذا اذا بالألعاب finish him finish him اقتله. يعني جعلته يموت. We couldn't eat the meat. لم نستطع أكل لحم الأسد because it wasn't good. لم يكن طعمه جيداً. But I wanted to take the skin. ولكنني أخذت الجلد. We put the skin on top of the boat. ووضعنا نحن الجلد على أعلى القارب The skin was dry soon فجف سريعا soon سريعا أيضا double أو إذا صار عندك إذا تتذكر و soon وكلمة foot نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة Chapter 5 شكرا جزيلا لا تنسوا الإشتراك في القناة ومشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم تحياتي لكم